الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه، وتلاوة كتابك الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم لا تكلنا إلا إليك، اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اكتبنا في هذه الليلة الكريمة من عتقائك من النار، اللهم لا تدع أحد فينا إلا وأعتقت رقبته من النار. أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار. أعتق رقاب مشايخنا وعلمائنا وكل من كان له فضل علينا
وكل من كان له فضل علينا أعتق رقابهم ورقابنا جميعا من النار. اللهم واجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، أخرجنا منه فائزين مجبورين، نعوذ بك أن نخرج منه خائبين خاسرين. اللهم يا سامع الصوت، اللهم يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات، أجب دعواتنا واجبرنا في دعائنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا ذا الطول والعطاء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مصابا إلا صبرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا عقيما إلا بالولد رزقته، ولا مسافرا أو غائبا إلا وإلى أهله رددته. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان والسلم والسلام، أنزل على بلادنا الرخاء، وأنزل على بلادنا السخاء، وارفع عن بلادنا الغلاء والوباء، وارفع عن بلادنا الفتن والشبهات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في العلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله.